الفقرة دي من الفقرات المحببة جدا لينا في 10 الصبح في الأهلي، ومن أكثر الأمور اللي احنا بنحب دايما نلقي عليها الضوء، لأن أصحاب الموضوع ده وأصحاب الملف ده وأطرافه يستحقوا مننا كل الدعم والتقدير والاحترام. هنتكلم في هذه الفقرة عن لعبة التنس الأرضي البارالمبي، وأكيد هنتكلم مع حضراتكم ومع ضيوفنا على الإنجازات اللي بتتحقق من قبل لاعبي منتخب مصر. خلونا نرحب بضيوفنا اللي منورينا، حسن عماد وعبد الرحمن صلاح، أبطال مصر في التنس الأرضي البارالمبي. صباح الفل عليكم. صباح الهنا. وفي كده يقول لك دايما، يعني الجواب باين من عنوانه بجد، هي حضراتكم تشوفوا ده كده جزء من يعني الجوائز اللي هم حصلوا عليها. قبل ما نخش في اي تفاصيل، احنا لازم نعرف برضو حسن ولازم نعرف عبد الله ليه، يعني عبد الرحمن عفوا، ليه الجماهير. خلينا نبدا، هبدا معاك يا حسن. انت عندك كام سنه؟ شكلك ايه، كام سنه؟ 26. لا نو واي. لا 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 لا, لا. اصل انا لقيت دبله في ايده، فهو ما شاء الله عايز اقول اربع. انا اديتك 15 سنه. لا مش قوي. ما شاء الله. لا ما يبانش فعلا، ما شاء الله يعني خالص. قلت ازاي 15 سنه وخاطب؟ ما شاء الله. حسن كلمنا اكتر، يعني خلي الناس تعرف اكتر عنك. انا اسمي حسن، 26 سنه، من اسكندريه. بلعب تنس من 2018، يعني فترة الحمد لله صغيرة قبل التنس. وقبل الفترة ديت كنت أصلا بلعب كرة قدم، وتعرضت بعديها للحادثة بس. وبعد الحادثة بقى الدنيا كلها اتغيرت وكل حاجة. كان في دروب يعني الله. كان عندك بعد الحادثة إحساس كده إن الحياة وقفت؟ وبعدين طبعا. يعني ما دي بقى الحتة اللي أنا عايزاك كمان تكلمنا عنها في قصة، إن أنا من أزمة أخليها قصة نجاح، دي مش سهلة. طبعا دخلت طبعا في فترة يأس واكتئاب كبيرة. إن الموضوع بالنسبة لي كان صعب. كنا طبعا لسه كنت بلعب كورة، كنا لسه مخلصين الدوري بتاع اسكندرية، كنت واخد أفضل حارس في مرمى في اسكندرية ومكرمين. وبعديها خلاص انا شفت بقى الدنيا قفلت معايا، مش هعرف العب رياضه تاني. بس واضح انها فتحت قوي بعد كده. الحمد لله. الحمد لله طبعا. الحمد لله. وعندي زمايلي بعد الدوري راحوا لعبوا في النادي الاهلي ولعبوا فريق اول. طبعا انا كنت بشوف دوت وانا قاعد في البيت مش عارف اتحرك. فالموضوع بالنسبه لي كان خلاص. طب اخر اول حركه اتحركتها بقى كانت امتى وبموجب ايه، بناء على ايه؟ انتفضت وقمت مره تانيه وحققت اللي انت حققته ده؟ بسم الله ما شاء الله. اول خالص طبعا اهلي، والدي ووالدتي هم اللي ساعدوني طبعا ان انا اخرج من اللي انا كنت فيه، وان انا انزل الشارع تاني وابدا اتاقلم مع الناس وابدا احتك تاني مع الناس. لا مش هينفع ان انت تفضل قاعد في البيت. طبعا لا عادي، ده مش نهايه الدنيا يعني. لا صح، ان شاء الله ربنا كاتب لك الاحسن والافضل، والحمد لله فعلا يعني. الحمد لله. بس مره كنت انا رايح الكليه، الناس معانا في الفريق، زميلتنا في الفريق شافتني واقترحت عليا ان انا اجي والعب معاهم التنس. طبعا ما صدقت ان انا هقدر العب رياضه من اول وجديد تاني، لان من قبلها انا قعدت ادور ان انا العب رياضه ما عرفتش اوصل لاي حاجه. فحسيت خلاص بقى يبقى لازم اروح بقى واجرب والعب رياضه من اول وجديد تاني. بس الحمد لله وابتدينا بقى المشوار. هنيجي بقى المشوار لما ابتديته ازاي وصلت طبعا للنجاح ده. بس برضو عبد الرحمن خلينا نسمع، برضو لازم الناس تعرف مين عبد الرحمن والانجاز اللي انت عملته برضو ازاي ده حصل. انا عبد الرحمن صلاح. انا طفل كان عندي 6 سنين، عملت حادثه في وقت يعني غير مناسب للاطفال ان هم بيحبوا يلعبوا ويجروا. صحيح. ولسه بيتعرفوا عن الدنيا ماشيه ازاي واللعب بيمشي ازاي. يعني طفل من طفولتي انا اتمنعت ان انا العب. ده في اي سن؟ انا 22 سنه. ده كان وقتها وقت ست الوحدة. ست سنين حادثه. فكان الموضوع صعب جدا ان انا شايف صحابي، انا اولى ابتدائي يعني طبعا كلهم بيلعبوا ويجروا وينزلوا الالعاب الا انا. الموضوع كان صعب نفسيا جامد قوي. جيت فتره قعدت في البيت ما مش عايز اروح مدرسه، مش عايز اشوف حد حواليا. مش متقبل اللي انت فيه خالص اصلا. خالص لا، ان الموضوع صعب طبعا. صعب ان انت تفقد جزء وكده. لا صعب، ان كطفل صعب جدا. فوالدي طبعا فضل ورايا ووالدتي ان انت لازم تلعب رياضه، الموضوع ما ينفعش يقف هنا. بدات رياضه وانا عندي 9 سنين. اصغر لاعب بارالمبي لاعب رياضه. وكان كل اللي يشوفني كان في ناس ما ترضاش تمرني، لسه صغير قوي ده هياخد معانا وقت ومش هيعمل حاجه. يعني حبطوك يعني الواحد عايز يبدا حياه ناس عملت له احباط. هو يعني ده شيء غريب جدا الصراحه. هو الموضوع يعني محبط من كل حته ومقفول من كل حته الصراحه. برضو والدتي ووالدي ما وقفوش، هم ما يقلوش بطوله عن نجوم. هم الابطال والله فعلا. الاهالي دايما هم اللي سندونا ان احنا نوصل. طبعا يعني ليهم كل التقدير والاحترام. هو الموضوع بقى ان جه في 2010
قابلتني كابتن هالة. كابتن هالة دي هي المؤسسة لفريق اسكندرية للتنس. اخدتني فكنتوا الاثنين يعني بقينا ثلاثة يعني كريم اسكندراني احسن ناس.